نافذتكم إلى العالم. موضوع اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري الذي تطل فيه منظمة اليونسكو على العالم هذا العام، تشجيعا للمحافظة على التراث السمعي والبصري الذي يشكل ملامح التنوع الثقافي والاجتماعي في المجتمع، إذ تلعب المحفوظات السمعية والبصرية دورا مهما في توثيق أهم الأحداث والقضايا التي يمكن توريثها عبر الزمن، لتكون شاهدة للأجيال على تاريخ يمتد لعقود تعاقبت عليها الأحداث. إحياء ذكرى اعتماد المؤتمر العام في دورته 21 في عام 1980 هو الهدف الرئيس من وراء الاحتفال باليوم العالمي للتراث السمعي والبصري، إذ توصي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بضرورة حماية الصور المتحركة وصون التراث السمعي لرفع مستوى الوعي بشأن الحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة والإقرار بالدور المهم الذي تلعبه الوثائق والمواد السمعية والبصرية في الحفاظ على الإرث المتوارث الذي يوفر مصدراً للمعرفة يسهم في تعميق النمو الإدراكي وفهم العالم بالصوت والصورة. ومعنا من إربد المختص في جمع الفنون التراثية السمعية الدكتور محمد الغوانمي. صباح الخير دكتور، وأهلاً وسهلاً بك معنا. ما مدى أهمية الاحتفال باليوم العالمي للتراث السمعي والبصري؟ صباح الخير لتلفزيون المملكة ولكل المشاهدين الكرام في هذا الصباح الطيب الجميل. الحقيقة أنه يعني لهذا اليوم أهمية كبيرة، هو للتذكير بهذا التراث الإنساني الكبير في مختلف دول العالم وفي أيضا لدى كل الشعوب، لأن الشعوب دائما تفتخر بتراثها وتهتم به. في الأردن عندنا الآن الحمد لله في اهتمام كبير جدا بالتراث السمعي والبصري، اهتمام من خلال جمع هذا الموروث الكبير اللي قامت فيه مؤسسات كبيرة على رأسها وزارة الثقافة في الأردن، اللي يعني كان لدينا إصدار قبل شهرين تقريبا اللي هو مكنز التراث الأردني، وهو قاموس كبير جدا يحتوي على حوالي 100,000 كلمة في الموروث التراثي الأردني، وبشكل عام هو موروث سمعي وموروث بصري عميق يؤرخ ويقدم الصورة التراثية للأردن. وطبعا الصورة التراثية هي صورة الأصالة، لأنه هذا الموروث السمعي وهذا الموروث البصري هو عبارة عن تجارب للشعب، تجارب للناس، تجارب الحياة الاجتماعية والاقتصادية كيف كانت، والاهتمام به يساعد على انه يعني بناء مراحل تطور وبناء خطط تنمية وخطط كبرى تعتمد على هذا الإرث الكبير اللي موجود في جوانبه السمعية والبصرية. دكتور محمد، إلى أي مدى هنالك صعوبات تواجهكم في جمع التراث السمعي والبصري، وما هي الأدوات التي تعتمدون عليها في من خلال هذا الجمع؟ الحقيقة يعني هو أحيانا كثير كان في تعاون كبير جدا عندنا من الأهل في الأردن في مختلف المناطق الأردنية، سواء كان في الجامعات أو في الفرق الفنية الشعبية في الأردن أو الجمعيات والمؤسسات الثقافية سواء منها العامة أو الخاصة، وكذلك الهيئات الثقافية في مختلف مناطق المملكة كانت تتعاون في تقديم كل معلومة مناسبة منها. يعني تم اعتماد الفريق أيضا على طلاب الجامعات وطلاب الهيئات الثقافية منها الفرق الشعبية، وكانت تتم جمع الكلمات والصور، طبعا الاستخدام كان إما بطريقة النماذج الكتابية أو بالتسجيل الصوتي وأحيانا بالتصوير الكاميرات لهذا الموروث في مختلف المناطق حسب حاجة المعلومة إلى التوثيق، سواء كانت يعني كتابية أو صورية أو سمعية حسب حاجة المعلومة نستخدم الأدوات اللازمة لها. إضافة إلى ذلك يتم تدريب الباحثين المساعدين في الميدان على
يعني استخدام هذه الأدوات، وما هو المطلوب، يعني كيف نأخذ المعلومة المناسبة واللازمة. نعم. وأيضا كيفية التمهيد لدى المصدر التراثي طبعا، سواء كان من نعم كبار دكتور. السن. نعم. شكرا جزيلا. إذا كان معنا من إربد المختص في جمع الفنون التراثية السمعية الدكتور محمد الغوانمه.